أعزائي المشاهدين، تم مع حضراتكم مباراة المنتخب المصري المغرب، وزي ما حضراتكم راح في قرية محمد أبو جبل حارس المنتخب المصري. يمكن يعني حالة من الحزن على وجوه كل الموجودين الآن المبكر اللي جاي في المنتخب المصري، ولكن في أمل كبير إن شاء الله سبحانه وتعالى إن احنا نعوض الهدف ده ويكون هناك النصر للمنتخب المصري. ومع حضراتكم تابع الماتش، ماتش منتخب مصر مع منتخب المغرب. كان حضراتكم شايفين الـ يعني الناس بتابع الماتش في قرية الوسط تحديدا في مركز الفتح بمحافظة أسيوط، ومتابع ردود أفعال المواطنين على الفرصة اللي كانت للمنتخب المصري الآن والتصدي لمحاولة المنتخب المصري. بنتابع مع حضراتكم مستمرين في التغطية من قرية الوصى بمركز الفتح بلد محمد أبو جبل حارس المنتخب المصري، وتغطية للماتش. يعني تمنيات كل يعني تمنياتنا ان شاء الله المنتخب المصري بتعديل النتيجه والفوز والصعود مع باقي الفرق، وامل كبير لدى كل الموجودين في كل لاعبي مصر باذن الله سبحانه وتعالى. أعزائي المشاهدين المتابعين يوم السبت في كل مكان، أنا لحضراتكم يعني متابعة أهالي قرية الوسط مركز الفتح لمباراة المنتخب المصري مع المنتخب المغربي. تمنياتنا بإذن الله سبحانه وتعالى للمنتخب المصري بالتوفيق. شكرا لطيب المتابعة، كان معكم من هناك هيثم البدري مدير مكتب يوم السبت محافظة أسيوط، تحياتي لطيب المتابعة.